يأتي الاستثمار في كركوك فلاح البزاز أن مدينة كركوك مدينة جاذبة للاستثمار بفضل عوامل عدة، مشيرا إلى أن الحركة الاستثمارية في كركوك لم تتوقف. مدير هيئة استثمار كركوك كشف عن أن الظروف الأمنية في بعض المدن العراقية المحيطة بكركوك لم تؤثر على واقع المشاريع الاستثمارية في مدينة كركوك. هلغورد حسن والتفاصيل. الدول المتحضرة تتقدم بالاستثمار كونه الركيزة التي تعتمد عليها الحكومات في كركوك، وبالرغم من الظروف الأمنية المتردية ببعض المدن العراقية، الاستثمار مستمر بإنشاء مشاريع استراتيجية بتعاون إدارة المحافظة في تخصيص الأراضي لتلك المشاريع وإيصال الخدمات لها بعد الانتهاء منها. نحن في هيئة الاستثمار مستمرون على عملنا بشكل دؤوب والحمد لله، وحسب قانون الاستثمار الوارد إلينا. طبعا خلال الفترة السابقة كما تفضلتم بأنه من الشهر السادس لحد الآن هناك أمور غير اعتيادية، فأمور يعرف بها لها الجميع بأنه أمور استثنائية مرت على دولتنا وخصوصا محافظة كركوك. وكما تعلمون أن كركوك من المحافظات الجاذبة للاستثمار، وذلك لأسباب عديدة ومتنوعة، كما تفضلتم بأن كركوك نعتقد من أكثر المحافظات الجاذبة للاستثمار، وهذا من خلال عملنا خلال الفترة السابقة. نحن كهيئة الاستثمار مستمرون في العمل، وهناك مشاريع متنوعة وكثيرة خلال الفترة السابقة. لدينا مشروع المجمعات السكنية على الطريق اللي حولي بين أربيل وسليمانية، وبعد تنفيذ بعض المشاريع من هذه المشاريع السكنية هناك مشاريع خدمية وتجارية وترفيهية في نفس الموقع. كما نقول بأنه يسمى الطريق الحولي، الشارع الحولي الذي يؤدي بين أربيل وسليمانية. هيئة الاستثمار في كركوك بتعاون إدارة المحافظة عمدت على إنشاء أكثر من 200 وحدة سكنية من المجمعات التي أنشئت منذ سنوات للمعلمين والمدرسين من كركوك باستطاعتهم شراؤها بالتقسيط ولمدة طويلة، وحتى للموظفين والمواطنين لهم الحق بشرائها. مدير هيئة الاستثمار قال أيضا أن لدى إدارة المحافظة والهيئة خطة لإنشاء مجزرة عصرية أخرى أكثر تطورا من التي أنشئت جنوب كركوك شمال المدينة. هناك شريحة المعلمين، معلمي كردستان، تم الاتفاق معهم وبالتنسيق مع اتحاد معلمين كردستان بإنشاء أكثر من 200 دار سكني بكلف زهيدة بعد التعاون الجاد من المستثمر وبمدة طويلة. هناك أكثر من شريحة تم استضافتها من قبلنا في الهيئة، نأمل بأنه يكون التعامل والتنسيق، ونحن حاضرون بمستوى الحكومة المحلية من قبل السيد المحافظ. ومن المشاريع الجيدة أيضا في تقريبا نقول قريبة من الموقع هناك مجزرة عصرية يتم إنشاؤها خلال هذه الفترة القديمة. كما تعلمون بأنه تم إنجاز مجزرة عصرية في منطقة تازة، وهناك أيضا أكثر من 25 دونم تم تخصيصها إلى مجزرة عصرية في موقع تشيمان. إدارة محافظة كركوك بالتعاون مع كافة الدوائر الخدمية الحكومية والغير حكومية عملت جاهدة لتقديم أفضل الخدمات لمواطني المحافظة وإنشاء مدينة عصرية نموذجية كهذه المجمعات السكنية مع كامل خدماتها بعد اكتمالها أكبر دليل على ذلك. هلغورد حسن، فضائية كركوك.